مساء الخير، أهلا وسهلا بالحبايب. أهل الطرب كثر 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 كثر. أول شيء بسوريا صوتين ما بيخلق الله مثلهم، فيهم طرب رحمهم الله، الأستاذ الكبير محمد خيري أبو هيثم وصناجة الشرق رحمه الله، الأستاذ الكبير صباح فخري. محمد خيري أنا عامل عنه حلقات وكذلك صباح. محمد خيري صوت يمتد من القرار للجواب كالكريستال، كالكريستال لما هيك بتنقر نقرة على الكريستال وبيعطيك هالطنين الجميل. كان صوت محمد خيري نفس الشيء، صوت ما بيعرف شو معناه النشاز، لفظ جميل فيه تطريب، صوت معجوني بقلب النغمة. حتى الموسيقار الأزمان فريد الأطرش معجب فيه يا لطيف، لأنه غنى عنده بالكازينو في بيروت والتقنا أكثر من مرة، يقول له يا أستاذ أستاذي ما بتعمل لي لحن ذكرى منك، يقول له فريد الله يرحمه محمد لحلك إزاي، مش أنت كل يوم بتقول الغنوة بلحن جديد، أنت مين يلحلك، أنت ملحن. فكان مشهور الله يرحمه، مثلا أغني مبنية على النهواند، هو مسلطن على الرص بيرو بغنية على الرص، مسلطن على البيات تكون غنية على حجاز كاري يكون غنية على البيات، ما في عنده مسلطن على النغمة تخطر عبال يكون دخلها. هيدي ما بتصير مع أي واحد، انتبهوا، ما بتصير مع أي واحد. يعني الارتجال كان عنده مخيف العظيم محمد خيري رحمه الله. يعني واحد واقف على الميكروفون وعم يرتجل، مش بإيده آلة وعم يعقد الموسيقيين، هيدي ما بتلتا عندي. التقت عند كام واحد مصري قدامى منه صالح عبد الحي، هذه ما بتلتا عند اي واحد الا عند الله عاطين موهبه وعشقه وصدقه لفنه، كان منهم العظيم محمد خيري. كذلك الامر صباح فخري صناجة الشرق، الصوت المميز، الصوت المميز بغناء السوري الحلبي، والمعلم المخلى شيء ولا غناه، مخلى شيء ولا غناه، من تراث، من أدوار، من موشحات. كذلك الأمر كان معلم وأبضاي بتصوير النغمة ونقل النغمة وحرفنة النغمة. والأقوى كان عند صباح فخري الأوزان، ما في مطرب بيغني فلسفة الأوزان قد صباح فخري وما بيطلع برا، هيدي كمان مش بالأمر السهل. القصائد ما حد غنى قصائد قد صباح فخري، وما حدا غنى أدوار قد صباح فخري، وما حدا غنى مواويل قد صباح فخري. كل هذا لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاه العمر المديد، وبقي صباح فخري يغني حتى آخر رمق رحمه الله جسدا، وأبقاه لنا فنا خالدا. صبري مدلل، صحيح صبري مدلل لم يأخذ شهرة محمد خيري أو الشهرة الكبيرة تبع صباح فخري، لكن أيضا هو كان ابن حلب، كان راضي بمكانته، لكن كان معلم، كان معلم بالأوزان، ما في أخطر منه، ما في أخطر منه بالأوزان. وكذلك الأمر في طراوة صوته وفي النغمات وفي تصوير النغمات، كذلك الأمر صبري مدلل وصوت جميل أيضا، كان كبير جدا جدا جدا. أديب الدايخ دوخ العالم بصوته العريض واللي فوق التينور وفوق التينور، سبحانك ربي على هذا الصوت. لكن الدايخ رحمه الله يعني كان له لون خاص أو نغمتين بكيف عليهم، لكن أنا عم أحكي هون صوته شو بيقول بيطربك، شو بيقول بيطربك، واللي بيطربك هذا فنان كبير. ننتقل هون من اللون هذا اللي هو كله شبيه ببعضه، شبيه ببعضه يعني نفس الأرض اللي أعطت حلب، ننتقل إلى لون آخر اللي هو صوت رجولي ودافئ وقوي وجميل وخصب، رحمه الله ابن الجبل ابن السويداء المطرب العربي الكبير الأستاذ فهد بلان. فهد بلان صوت غريب، فهد بلان جاء هذا الصوت في زمن كل الغناء العربي حب، الست بتغني للحبيب
والشاب بده يغني لحبيبته، في شيء بنوح وفي شيء بكاء وفي شيء على الأطلال وفي شيء من جميعه، إلا هذا الفنان جاء وغنى الرجولة وغير مقاييس في الغناء العربي، واللي كان اسمه فهد بلان. فهد بلان صوت جميل، مثل أفلام، شخصية جميلة محببة للقلب، صوت رجولي، يعني فنان كبير. أيضا نجي على لون آخر، لأنه عم نحكي عن الطرب، صوت كان فيه طرب في جمال، صوت عرف في سوريا وعلى مساحة يمكن الأمة العربية، أنا من المعجبين فيه وبأخلاقه، رحمه الله المرحوم مصطفى نصري، أبوه لا أصالة. مصطفى نصري كان معلم بالمغنى، بيغني صح، بيغني بفلسفة كذلك الأمر، صوت كان مميز وجميل، ولو أنه الأغاني عنده قليلة العدد بالنسبة لفهد بلان أو للي عديتهم بالأوائل، لكن أنا عم أحكي عن صوت في طرب. مننتقل على المعاصرين الجدد، مع العلم يا حبايب والله في كتير، مش ما حدا يزعل، بس قلت لكم في أصوات أنا عشتها يعني كنت قريب منها أو سمعتها كتير، قدرت افهم هالصوت هذا لوين بيودي أو شو بيعمل. روبا الجمال صوت طربي مخيف طبعا. هلا بيقولوا لي وين نيادة، وين أصالة، وين كلهم حلوين، أنا قلت لكم، بس اختصاص الطرب غير بقى الصوت الجميل. روبا في صوت جميل وفي اختصاص في الطرب، يعني بتعطيك المازورة بتقدر تطربك مثل أم كلثوم، مثل أسمهان، مثل سعاد محمد. انتبه، هذا الصوت دغري بيدخل على روحك وبتقول له آه. هي روبا الجمال صوت طربي، صوت مقتدر، ولو أنه الزمن ما كملت معنا، ماتت وهي شابة، كنا نتمنى أن نسمع أعمال كثر لربا، لأنه هيك صوت يجب يكون معبى المكاتب. لكن كانت هي من المعجبة جدا بغناء أسمهان، وتغني أكثر على المسرح لأم كلثوم. منشوف صوت طرب بياخد نوعين، شعبي كلاسيك، جورج وسوف. جورج وسوف لقب بالسلطان لانه هو لحد هلا يعني هو شو اذا بيحكي بتنطرب عليه، تنبسط على حديثه، تنبسط على النغمه لما بيقولها، بيدوكره بطريقه غريبه، فعنده خبره، او الله سبحانه وتعالى مركب عنده هالقاعده الطربيه. ايش بيقول انت بتقول له اه. الحلو بجورج وسوف قلت لكم سبق انه في كتير ناس بتتاثر لما بتقلد صوت، بتتاثر بالشخصيه، يعني تحلم أن تكون مكان هذا اللي عم تقلده. إلا جورج. جورج غنى لأم كلثوم بصوته، غنى لعبد الحليم بصوته، غنى بصوته، صوته غلى. بس تسمع هذا جورج وسوف، هذه اللي الفنان اللي بيترك البصمة أو الوشم اللي بيحفر في جدار الزمن، أنه هذا الصوت بتشوفه على بعد أي بلد تسمعه هذا فلان، هدول اللي بينجحوا ومنقول لهم أوكي. الياس كرم يعني في كتير أنا قلت بيضيعوا، يعني الياس كرم لأنه قرب من وديع ممكن يكون حرق حاله، لكن الياس مطرب جميل، بيفهم بالنغمة، بتقول له آه، بيعزف بلحن، فنان رائع جميل. لكن دائما دائما لما بيتشبه واحد أو من واحد بيشبه واحد، دائما الكبير بيغطي على الصغير قد ما يكون، بس ما بيمنع انه واحد. قلت لكم يجب على كل فنان، يا اخي انا بحب الصوت بدي اقلده وتدرب عليه، انت بتقلد، بس اذا بقيت على السكة نفسها روحك، رحت، لانه هو باقي انت رحت. طبعا الياس تأثر كثير بوديع وعمل، لكن عمل الحان حلوة وعمل مواويل حلوة، صرت اسبع بعد كذا والله هذا الياس كرم ابداي ومطرب جميل. نهاد نجار ابن حلب، انا بعتبره هذا يعني الموسيقار ما بعرف البعيد وين هو، وين هذا العظمي، هذا اللي انا عشت معه، اللي بيعزف 7 آلات، اللي اصعب غناء في الغناء العربي بيغني، اصعب غناء
هذا لحن موشحات ولحن أدوار وغنى له بصوت وأغاني خاصة والعالم يعني هذا هو اخترع نغمة الطرب بطريقته، له طريقة يا نجار. لو سألت كل فنانين الكبار بيقول لك الأستاذ الكبير في مصر في لبنان، كذلك معلم صنعة وأستاذ كبير اسمه نهاد نجار. قلت لكم حبايب أنا ممكن مرأت هدول اللي أنا أقرب إليهم، سمعتهم أو عشتهم أو سابقتهم، هدول أنا عشت معهم قدروا يفوتوا على روحي. لكن في العالم العربي في كسور، في تونس في كتير، في المغرب في كتير، في مصر في كتير، في كتير في كتير عبى الدنيا. إذن يا حبايب في مطرب جميل وفي معلم مغنى، يعني بصير اثنان بواحد مثل ما بيقولوا. على كل الدنيا مليئة وكثير إن شاء الله بنسمع الأجمل في المستقبل، لأنه أنا عم شوف يعني في ناس عندها رجع إن شاء الله للماضي، الماضي اللي هو في حقيقة الغناء وحقيقة الكلمة اللي اليوم عم نفتقرها. وبتمنى تسمعون وبحب أفكاركم وأراءكم كلها، أتقبلها وأضعها على صدري. وسام، وأهلا وسهلا بكم على طول إن شاء الله بالخير. شكرا.